FM. الكلمة ليك. شو مشكلكم انتم تو؟ ما عنديش مشكلة، مادام احنا انا اليوم معاك وعنا لجان موجودة لهنا مع الإدارات التونسية ومع المسؤولين، واحنا نحطوا في اللمسات الأخيرة للإعلان وانطلاق المشروع. غدوة عندكم جلسة في مجلس النواب، وغدوة صباح إن شاء الله العظيم عنا لجنة في مجلس النواب مع النواب لجنة الاستثمار اللي غدوة إن شاء الله العظيم 9 متاع الصباح باش نبدأ باش تقنعوهم السادة النواب والسيدات ما بالمشروع متاعكم. مانا زاوية باش تقنعوهم، ماناش باش نقنعوهم، احنا باش نطلعاهم على خاطر فهموا. أيوة. برشا النواب وإخوة النواب اللي دائما احنا رانا نخلصوا في فاتورة المشاريع السابقة الفاشلة اللي هي مشاريع عقارية، وين تشوف ما فماش بلاتو طلعنا فيه، ما فماش جريد يسألونا كينا معني مي عندهم الحق. نعاود ونسألكم لأن الكوانسة مكوين بالمشاريع المعطلة والمشاريع سامحني إذا تسمح الوهمية يس، وعندهم الحق. فأحنا في هالإطار غدوة عن الاجتماع في مجلس النواب باش نوروهم الوثائق، الاتفاقيات، الشركاء، لي كونسيبت، باش مش باش نقنعوهم، لا باش نطلعوهم على أشياء ثابتة. أوكي؟ إنه مقاومات بناء هالمشروع بحول الله العظيم ثابتة، ونستنوا في نقطة الانطلاق وشكرا على الله في البناء. الكلمة ليك.